برا بتكون هي ذاتها وما من جوا نحن بنعمل موديل. أنا فيما مضى كان نتيجة هيدا التأثير هوزمان على كل الناس. هوزمان أثر كتير على ما تنسوا على المرحلة الأسفلية. النموذج اللي عم نشوفه هون كإشكالية لنسيج تراثي وراء مبنى متباعد زمنيا مع النسيج الموجود هون وراء بالخلف عمارة حديثة عليها الموضوع إشكالي. رأينا في فرق بكل شيء بالتفاصيل، عرض الشارع، ارتفاع المباني، مستوى المباني، تجارة هيك المباني. ايش انا بقول؟ هل هالمبنى خرج اني حافظ عليه؟ سؤال عم بسأل حالي. هلو جامعة جامعة، علم علم، عم نتعلم. نحن بنعمل لك الإحساس وبدنا نلاقي مين يدفع. نحن بنعمل فكرة معينة.